هذا انا باقي واحد في الدوله هذا القهوه يعني بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشر جديد يعني من درب موني شريف انهيار منزل يعني ضحايا أسرة بكاملها تحت الأنقاض وفي هذه الأثناء يعني منذ يعني من الصباح يعني هما يعني تقوموا يعني درب مولاي شريف يعني حنا تنتواجدوا الان بالضبط بدرب مولاي شريف انهيار منزل مع 6 ديال الصباح يعني بدا تيعطي واحد العلامات ديال انه راه غادي يطيح يعني الساكنه ربما كانوا ناعسين قدر الله ما شاء فعل. مازال رجال الوقايه المدنيه يحاولوا انهم ينتشلوا بعد الجثث ديال الضحايا يعني بعد لحظات يتم انتشال بعد جثث ديال الضحايا كما كتشوفوا ان رجال الوقايه المدنيه يقوموا بالعمل ديالو يعني كل شيء هذه الامور هذه كانت في العلم ديال السلطات يعني كانوا عالمينهم ولكن صراحه ما كاينش تدخل حتى كطلب الفاجعه عاد تنشوفوا حضور هادشي بمدينه الدار البيضاء بالحي المحمدي بدرب مولاي شريف كما يعني كاين أسرة
يعني تتكون من الاب والام وربما طفلين. هادشي اللي سمعنا حسب التصريح ديال بعض الساكنه المجاوره ديال الناس الضحايا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.